أهلا بكم إلى نشرة الأخبار من قناة الجزائر الدولية. في المستهل يجري الأمين العام لوزارة الخارجية الجزائرية لوناس مقران زيارة إلى النيجر ابتداء من الخميس. بيان عن الخارجية الجزائرية أوضح أن الزيارة تأتي بتكليف من الرئيس عبد المجيد تبون ضمن المساعي الحثيثة والمتواصلة للجزائر قصد الإسهام في إيجاد حل سياسي للأزمة في النيجر يجنب البلاد والمنطقة برمتها المزيد من المخاطر. المصدر ذاته ذكر أن الأمين العام للخارجية الجزائرية سيجري سلسلة من اللقاءات مع كبار المسؤولين والشخصيات في النيجر. هذا واتفقت الجزائر ونيجيريا على استغلال كافة الفرص المتاحة لتفعيل الحل السياسي في النيجر. بيان عن الخارجية الجزائرية أوضح أن وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف ونظيره النيجيري يوسف ميتاما توغار اتفقا على مواصلة وتعزيز التنسيق بين البلدين في قادم الأيام بغية استغلال كافة الفرص المتاحة لتفعيل الحل السياسي وعدم تفويت أي منها لضمان استعادة الأمن والاستقرار في النيجر بطريقة مستدامة. المصدر ذاته ذكر أن الطرفين أجريا مشاورات مطولة تمحورت حول الأزمة في النيجر وتطوراتها وآفاق تعزيز الجهود الرامية لبلورة حل سلمي لها بشكل الذي يضمن العودة إلى النظام الدستوري في البلاد ويجنبها مخاطر التدخل العسكري التي لا يمكن التنبؤ بها. أود في مستهل كلمتي هذه أن أذكر بأن زيارتي إلى جمهورية نيجيريا الاتحادية تأتي بتكليف من السيد رئيس الجمهورية وتندرج في إطار تعزيز التشاور والتنسيق بين الجزائر ونيجيريا لا سيما في ظل الظروف الدقيقة التي تمر بها منطقتنا وفي خضم التهديدات التي تحدق بدول وشعوب جوارنا المشترك. ومن الطبيعي أن تشكل الأزمة في النيجر الموضوع الرئيسي لهذه الزيارة وللمشاورات التي جمعتني بزميلي وزير خارجية نيجيريا الشقيقة السيد يوسف ميتاما توغار بالنظر لما تنطوي عليه هذه الأزمة من انعكاسات وتداعيات تتجاوز بكثير حدود هذا البلد المجاور لكل من نيجيريا والجزائر. وفي هذا الإطار تم الاتفاق بصفة خاصة على ضرورة تنسيق الجهود المبذولة من قبل بلدينا لا سيما المبادرات التي اتخذها الرئيس عبد المجيد تبون ونظيره النيجيري السيد بولا أحمد تينوبو بصفته الرئيس الحالي للمجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا وذلك بهدف تعزيز الزخم الدولي والإقليمي وتشجيع التفاف الجميع حول المسار السياسي والمسار السلمي لحل الأزمة القائمة في النيجر. وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف أكد أن الجزائر بقيادة الرئيس تبون مؤمنة بقوة أن المجال أمام المسار السياسي لا يزال متاحا عبر وضع تصور واضح لحل الأزمة يقوم على رفض التغييرات غير الدستورية ويضمن استعادة النظام الدستوري ويحفظ مكاسب البلاد في ترسيخ أسس النظام الديمقراطي ويجنب النيجر والمنطقة تداعيات خطيرة للتدخل العسكري. كما أكدت في ذات السياق أن الرئيس عبد المجيد تبون الذي يؤمن بقوة أن المجال لا يزال متاحا لتحقيق هذا الهدف النبيل قد وضع تصورا واضحا لحل هذه الأزمة ورافع عنه بكل حزم وعزم في مضمونه وثوابته وضوابطه
وهو الحل الذي يضمن أولا الاحترام الكامل للإطار القانوني الإفريقي الذي يحظر ويرفض التغيرات غير الدستورية للحكومات، وهو الحل الذي يحقق ثانيا العودة إلى النظام الدستوري في النيجر، وهو الحل الذي يحفظ ثالثا المكاسب التي حققتها النيجر خلال العقد الماضي في إطار ترسيخ أسس النظام الديمقراطي في هذا البلد الشقيق، وهو الحل الذي رابعا وأخيرا يجنب النيجر والمنطقة بأسرها مخاطر التدخل العسكري التي لا يمكن التنبؤ بها والتي يصعب حصر مآلاتها وتداعياتها. الطف أكد أن المقاربة الجزائرية بشأن الأزمة في النيجر تحقق توافقا وإجماعا كبيرين مع نيجيريا، ما يسمح بتفعيل مبدأ الحلول الإفريقية لمشاكل إفريقيا في التعامل مع الأزمة في النيجر. المحادثات مع الأشقاء في نيجيريا أكدت بالفعل أن هذه المعايير الأربعة هي محل توافق كبير وموضوع إجماع أكبر من شأنه أن يسهل تفعيل مبدأ الحلول الإفريقية لمشاكل إفريقيا في التعامل مع الأزمة في النيجر. وفي سبيل ذلك أكدنا أن الجزائر ونيجيريا البلدان اللذان ساهما تاريخيا بأدوار بارزة في بلورة قيم ومثل الوحدة الإفريقية، واللذان يتحملان حاضر مسؤوليات معتبرة في تجسيد الأجندة القارية للأمن والاستقرار، لا يسعهما إلا أن يعملا معا اليد في اليد وجنبا إلى جنب لتفادي تأزيم الأوضاع في النيجر والمنطقة والقارة الإفريقية برمتها. وفي الختام أكدنا بشكل قاطع لا لبس فيه أننا لن نتسامح مع انتهاك الديمقراطية والنظام الدستوري في النيجر، وأن الحفاظ على أمن واستقرار النيجر ورفاهية شعبه الشقيق يستلزم منا بذل المزيد من الجهود والتضحيات بصفة فردية وجماعية، وأننا لن ندخر أي جهد في سبيل تفعيل الحل السلمي والسياسي للأزمة في النيجر. في غضون ذلك أبدأ المجلس العسكري في النيجر استعداده لإطلاق سراح الرئيس المعزول محمد بازوم، وأكد قائد المجلس عبد الرحمن طياني أنه لا يمانع إطلاق سراح بازوم شريطة عدم عودته إلى السلطة. جاء ذلك خلال مباحثات جرت بين الجنرال عبد الرحمن طياني ووفد علماء نيجيريا برئاسة الشيخ بالالو عبد الله، بحضور أعضاء من المجلس العسكري في النيجر المعروف محليا بالمجلس الوطني لحماية الوطن. في شأن آخر، أدانت جبهة البوليساريو محاولات الاحتلال المغربي توريط شركات أجنبية للاستثمار في الطاقة الخضراء بالمناطق المحتلة من الصحراء الغربية. البوليساريو وفي بيان صادر عن ممثل الجبهة المكلف بأوروبا والمؤسسات الأوروبية منصور عمر، وصفت مساعي الاحتلال المغربي لتوطين الشركات الأجنبية في الأراضي الصحراوية بالمحاولات المبتذلة والسافرة ضمن حرب استعمارية خاسرة مسبقا ضد الشعب الصحراوي. إن هذا العمل لا يخرج إطلاقا عن إطار محاولات مبتذلة وسافرة في حرب استعمارية خاسرة مسبقا ضد الشعب الصحراوي الذي لا يسعى إلا لتحقيق حقه من خلال تطبيق واحترام مقتضيات القانون الدولية التي تعترف له بهذا الحق. جبهة البوليساريو تدين محاولات المغرب توريط شركات أجنبية للاستثمار في الطاقة الخضراء بالمناطق المحتلة من الصحراء الغربية. إن هذا الاستثمار مصيره الفشل مثله مثل اتفاقيات الصيد والزراعة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب
هذا الاستثمار لن يجني لهذه الشركات سوى فقدان استثماراتها والمخاطرة بحياة عمالها وقطع الطريق أمام أي استثمارات مستقبلية واعدة لها مع الجمهورية الصحراوية بعد الحل النهائي للقضية. هذا وكان الرئيس الصحراوي إبراهيم غالي قد شارك في أشغال الجلسة الافتتاحية لقمة بريكس المنعقدة بجنوب إفريقيا بدعوة رسمية من دول بريكس لقادة القارة الإفريقية. وقالت وكالة الأنباء الصحراوية إن مشاركة الجمهورية الصحراوية في قمة بريكس بالغة الأهمية كونها تأتي في ظل مواصلة الشعب الصحراوي لكفاحه التحريري على جميع المستويات لفرض احترام سيادته على كامل ترابه الوطني، وتشكل القمة فرصة لحشد المزيد من الدعم والمساندة للقضية الصحراوية وفق تعبير الوكالة. إلى ذلك، شددت مجموعة بريكس بجنوب إفريقيا على ضرورة التوصل إلى حل سياسي دائم ومقبول من طرفي النزاع لقضية الصحراء الغربية. وأكدت المجموعة في البيان الختامي الذي توج أشغال قمة قادة الدول الأعضاء المنعقدة بجوهانسبورغ على ضرورة التوصل إلى حل سياسي دائم ومقبول للطرفين طبقا لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة وتنفيذا لولاية بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية مينورسو وفق ما تنص عليه الشرعية الدولية، كما أكدت تأييدها للبيان المشترك الصادر عن نواب وزراء خارجية مجموعة بريكس والمبعوثين الخاصين للشرق الأوسط وشمال إفريقيا في اجتماعهم في 26 أفريل الماضي بمدينة كاب تاون الجنوب إفريقية. هذا ودعت مجموعة بريكس الخميس 6 دول للانضمام إلى التكتل في مسعى لتوسيع نفوذه العالمي. وأعلن رئيس جنوب إفريقيا سيريل رامافوزا قرار المجموعة توسيع عضويتها بدعوة كل من السعودية ومصر والإمارات والأرجنتين وإيران وإثيوبيا للانضمام في استجابة لدعوات تسريع إجراءات توسيع المجموعة وتعزيز دورها في العالم. وأكد رئيس جنوب إفريقيا أن الدول الخمس الأعضاء اتفقت على معايير ومسار توسيع التكتل، وسيكون التوسيع الأول منذ عام 2010. تم التوافق بالإجماع بشأن المرحلة الأولى من التوسع، فيما سيتم الاتفاق على باقي المراحل فيما بعد. اتفقنا على دعوة الأرجنتين، مصر، إثيوبيا، إيران، السعودية ودولة الإمارات لكي تصبح دولا كاملة العضوية في بريكس. العضوية ستدخل حيز التنفيذ بدءا من الفاتح يناير 2024. بريكس بدأت فصلا جديدا خلال قمتها بجنوب إفريقيا ضمن جهودها لبناء عالم عادل وشامل ومزدهر. بدوره وصف الرئيس الصيني شي جين بينغ توسيع مجموعة بريكس باللحظة التاريخية، مشيرا إلى أن الخطوة تلبي توقعات المجتمع الدولي والمصالح المشتركة للدول النامية وفق تعبيره. التوسع الحالي لمجموعة بريكس تاريخي ويتماشى مع توقعات المجتمع الدولي والمصالح المشتركة للبلدان النامية. الصين ترحب بالدول الأعضاء الجديدة في مجموعة بريكس. تتمتع جميع دول بريكس بنفوذ مهم ومسؤولية كبيرة تجاه السلام والتنمية في العالم أجمع. يمكننا أن نحقق الكثير لمستقبل دول بريكس بفضل العمل المشترك لمصلحة الجميع. بهذا نختم النشرة. لمزيد من التفاصيل زوروا منصاتنا الرقمية الظاهرة أسفل الشاشة، كما يمكنكم متابعتنا والتواصل معنا عبر الموقع الإلكتروني للقناة. في أمان الله.